قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي النهاردة افتتحت دار الفتيات بالعجوزة، ودي كمان من أهم الدور اللي فيها كمان أنشطة رياضية وفنية مختلفة عشان توفر كافة سبل الراحة للنزيلات يعني. والحقيقة هي فيها جهد كبير مبذول في الرعاية الاجتماعية للفتيات، دي المشاهد اللي احنا شايفينها لافتتاح هذه الدار، ده جزء من الجهد المبذول في الجانب الاجتماعي بشكل كبير. عندنا الفيديو، طب نشوف الفيديو كده، نشوف المشهد. النهارده الحقيقه الدار شرفت بافتتاح اعمال التطوير من قبل السيده حرم السيد رئيس الجمهوريه، اللي كانت مهتمه جدا بالزياره انها تطلع على الانشطه المختلفه اللي الدار بتقدمها للبنات. كان في زياره للجيم وقاعه الالعاب الرياضيه، ودي قاعه اضافه جديده تحط اجهزه رياضيه للبنات يمارسوا فيها انشطه رياضيه. كان في قاعه عده قاعات للتدريب على الحرف اليدويه، عندنا مشغل للخرز، عندنا مشغل تفصيل، وعندنا أيضا قسم للفخار والخزف. زارت سيادتها هذه المراكز واتكلمت مع البنات عن الأنشطة والتدريبات اللي بيحصلوا عليها. أيضا كان في اهتمام بالشق الفني، في مسرح صغير اتعمل، وحضرت حرم الرئيس أغاني البنات قدموها بنفسهم وهم اللي اختاروها وهم اللي عملوا عليها استعراض قصير. وكمان كان في زيارة للوحدة أو العيادة. العيادة مهمة جدا لأن هيبقى فيه لأول مرة ملف طبي لكل نزيلة، وهيبقى فيه متابعة للحالة الصحية. طورنا العيادة وجهزناها ويبقى فيها ممرضة مقيمة وزيارة 3 مرات من الطبيب. أيضا كان في مدرسة ابتدائي موجودة جوه الدار، المدرسة بيشرف عليها وزارة التربية والتعليم. حرم الرئيس زارت المدرسة وشافت الفصول وشافت التجهيزات، والحقيقة أوصت بأن احنا نبتدي نجهز للأولاد للبنات الكتب والاحتياجات المدرسية وتزويدهم بكل اللي بيحتاجوه استعدادا للعام الدراسي. أيضا كان عندنا زيارة للمطبخ واطمئنان على الوجبات الغذائية والبرنامج الغذائي، وكان في جزء من البنات موجودين في قاعة الطعام تحدثت معاهم واطلعت على التجديدات اللي حصلت للمطبخ. زيارة حرم الرئيس لدار الرعاية النهاردة يعني ده تأكيد لتبني سيادتها كل أطفال الشوارع، تبنيهم واهتمامها إن هم يتحصلوا على أفضل رعاية. كانت حريصة جدا يكون في مكتبة متواجدة للفتيات عشان يقدروا ينموا المعلوماتية عندهم والتثقيف والتعليم. كصندوق تحيا مصر احنا بندرس المشاريع، وطبعا بيكون من خلال توجيه من سيادة الرئيس، وكمان حرم سيادة الرئيس بتتابع معانا ان احنا بنقدم أحسن خدمة، بنبص على الجدول الزمني عارفين ان احنا نتحرك سريعا، مش بس في محافظة هنا في القاهرة أو الجيزة، ولكن احنا إن شاء الله يبقى في أماكن مماثلة وكمان في المحافظات المختلفة. احنا كنا بنقول من أهم المحاور احنا الاستثمار في المواطن في الشباب، فهم دول يعني ولادنا، ولازم ان هم إن شاء الله ياخدوا كل الخدمات والرعاية اللي أي طفل في بيتنا بياخدها. ده حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، دار رعاية الفتيات في العجوزة اللي هو المفهوم الشامل لإدماج الفتيات في المجتمع، التعليم
والأنشطة الرياضية والأنشطة الفنية، والحقيقة ده كمان يعني بيضخ الحيوية في هذه المنشآت الاجتماعية اللي محتاجة إلى هذا المفهوم الشامل. هي مش دار رعاية فقط، لا، الأهم من كل ده هو إدماج الفتيات في المجتمع ورعايتهم بشكل كبير في الجوانب الفنية والتعليمية والرياضية. هنكمل